وسط بيروت يسقط قتيل قبيل إطلاقه قذيفة RPG في منطقة سكنية. اعتادت بيروت على لغة الحرب والانفجارات التي تتوالى، رغم أن رصاصها لا يساوي حجم انفجار المرفأ، إلا أنه أكثر خطراً وأكثر قابلية لإشعال نترات الفتنة والفوضى وسيل الدم اللبناني. تشتعل هذه المرة في الطيونة بالقرب من قصر العدل بوادر حرب أهلية جديدة بعد اعتصام غاضب على قرارات القاضي طارق البيطار المكلف في قضية المرفأ. اعتصام تحول إلى مواجهة دموية كان أطرافها مسلحون من أنصار حزب الله وحركة أمل وقناصون مجهولون. المعادلة التي لا تحل في لبنان بفعل تأزم المواجهة بين تيارات سياسية وأخرى تحركها قذائف الخروج على القانون، تعيد بيروت إلى المربع الأول، لتبقى الخسارة حليفة عروس العرب بأطفالها ونسائها الذين لا يعرفون غير اللغة الفيروزية في حب البلاد، بعيدا عن تلك التي يكون فيها الرصاص سهلا في اليد، سهلا في الضرب، سهلا في فتح طريق نحو الهاوية وحرب أهلية. الجيش اللبناني هو الطرف الأكثر تحملا لنتائج الاقتتال، وهو الذي بين نارين، فبيروت بتصميمها وكثافة سكانها وظروف أهلها ليس سهلا أن يطلق فيها الرصاص عندما يكون قرار الجيش هو المواجهة الأمنية لإيقاف نزيف قد يصل إلى أطفال لبنان، هؤلاء الذين حتموا بالورقة والقلم، غير أن مشاهد الدم قد تعتدي على المدارس، فهي المشاهد التي لا وعي فيها أو احترام لأرواح لبنان وعاصمته ومستقبله المفقود والضائع بين أصحاب النفوذ وأقنعة السياسيين تركوا بيروت في ساحة نار ودمار.